حظيت المرأة بمشاركة متميزة هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة الذي يساعد في إنارة عقول النساء من مختلف المحافظات، وأيضا تعليمهن حرف مختلفة. المجلس القومي للمرأة أنا سعيدة جدا جدا بوجودي كجزء من هذا الكيان الجميل، لأنه بيساعد سيدات كتير. كل الإنتاج اللي حضرتك شايفاه حواليكي ده شغل سيدات وسيدات ريفيات ما عندهمش خبرة خالص بالشغل ده، بنروح لهم وبنعلمهم، مش بس في العرايس، عرايس وجلود ونحاس وصابون وإكسسوارات، كل حاجة تتخيليها بيعملوها. شاركت المرأة من ذوي الهمم في هذه الدورة من المعرض لعرض مواهبهن المتعددة وإثبات أنهن دائما قادرات باختلاف. احنا في جمعية نور البصيرة بنقدم خدمات كتيرة أول للأشخاص ذوي المكفوفين وذوي الإعاقة بشكل عام. بنقدم للمكفوفين تروس تقوية، تعليم برايل، بنعلمهم كمان بامبو، نول، الحاجات دي كلها، بالإضافة كمان ان احنا بنطبع لهم كتبهم بطريقة برايل، سواء كانت كتب دراسية او كتب ثقافية. حتى كتب الجامعة اللي هي بتبقى صعب انها تتوفر بطريقة برايل بنوفرها لهم بطريقة برايل. احنا موجود جناح المجلس داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، احنا كمان موجود داخل الجناح عارضين، مش عارضين بقى، خلينا نقول عارضات. معانا عارضة من ذوي الإعاقة البصرية بيعرضوا كتب قصصية معمولة بلغة برايل، كمان بيعرضوا المسطرة اللي هي بنتعلم بيها ازاي نكتب برايل. عندنا كمان عارضة من ذوي الإعاقة السمعية بتعمل شغل الكروشيه، عاملة شنط وحاجات من الكروشيه. عندنا كمان في حد بيعمل اكسسوارات وحاجات كده، وفي كمان حد من الداون موجود معانا برضو عارض المنتجات بتاعته معانا. احنا جناح المجلس عامل مبادرة بقالها 10 سنين، مبادرة معرض الكتاب بلغة الإشارة، ودي بنوفر مترجمين لغة إشارة أو مترجمات لغة إشارة من الاثنين، يعني يغطوا كل الندوات اللي في المعرض. بس السنة دي احنا معانا عدد كبير، 23 مترجم ومترجمة، والنسبة الأكبر أكبر للسيدات 12 مترجمة هم اللي موجودين. حضور المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الهمم في هذه الدورة من المعرض كان من أهم أشكال تمكين المرأة في المجالات كافة، كما ساعد في عرض المشكلات التي يتعرض لها النساء بصورة أوضح للعالم. مشاركة متنوعة للمرأة من مختلف دول العالم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن ضمنهم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة، إثبات على تمكين المرأة في مختلف المجالات وعلى رأسهم الثقافة. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.